وش احنا جديدة من زمان عن الشحنات الجديدة، بغانا نشوف وش فيها بالضبط. و بسم الله من لا مودي هربا مودي هربا. اوكي في جوجل عندنا التي في. وش هو؟ ما هذا؟ سترونج. هذا جهاز وسائط الظاهر. سترونج ليب اس 1 اندرويد تي في 4K الترا اتش دي من ناحيه الجوده، في مساعد جوجل، ومساعد جوجل واضح انه موجود على الريموت. خلنا نسوي لكم شويه زوم. طب زوم هيلو هنا مكتوب انه ايضا في شبكات المحتوى موجوده فيه بشكل كامل. صراحه هذا مين اللي ارسله؟ لحظه شوي خلنا نشوف الورق اللي هنا. لا ما اظن اللي ارسلوه معهم حق فيلم هذا وصل. اوكي خلينا بعدين اتاكد من الموضوع بعدين اقول لكم. الحين نفس الجهاز مذكور هنا انه في عندكم انفراريد ديجيتال اوديو اللي هو ظاهر شو اسمه فايبر اوبتيك شو نسيت شو اسمه اوديو امبليفاير. برضو في لان في شيء طاح هناك، وبرضو نتكلم على اشياء اخرى من ناحيه منفذ يو اس بي واشياء زي كذا. افتح الجهاز. Anyways هذا الجهاز حجما يشبه أحد الشركات الأخرى، ولكن رايك أنا ممتاز. هنا عندكم حقات الانفراريد من الجهة الخلفية، موجود عندكم منافذ على طول. لما يكون في شبكة أنا استانس. ليش؟ أنا أعرف أنه يأخذ السرعة الفعلية لشبكة الواي فاي الموجودة أو شبكة الانترنت اللي موجودة في البيت عن طريق كيبل، دائما تكون أثبت وأفضل لبث المحتوى عاد إلا إذا عندكم واي فاي 6. HDMI هذه الـ AV Audio Video من هذا المنفذ، والظاهر جاية كيابل. إيه جاية كيابل كثيرة. هذا كيبل الشحن، هذا كيبل HDMI، وهذا الريموت. اوكي خلينا نشوف الريموت. هذا الجهاز من خلاله المفروض انه على طول حتقدروا تشغلوا محتوى بشكل جدا مباشر، وايضا تقدروا على طول تنتقلوا نتفليكس او امازون او نقدر نقول يا فيديو برايم فيديو، هذا من امازون. وايضا عندكم المنيو، عندكم زر المنزل. الفكره من هذه الاجهزه انه اي تلفزيون اي شاشه موجوده عندكم فيها منفذ ال HDMI، خلينا اذكركم بالمنفذ هو هذا، يصير على طول تقدروا تشبكوا نفس الجهاز عليها، وبالتالي تسجلوا دخول في حساباتكم هنا، وهنا يصير تبدأوا تشوف المحتوى والتطبيقات والأشياء دي كلها. فصايرة نقلة كبيرة لمشاهدة المحتوى، وصايرة كثيرة من الناس يعتمدوا على النوع هذا من الأجهزة لمشاهدة المحتوى. فسترونج سمينا UHD بوكس ليب صايرة بعض المانيولز. برضو هنا في وانتي، وهذا الباور حقه. إن شاء الله دون يبغى لي أسوي تجربة كاملة له، يبغى لي أيضا أشوف ظهر المي بوكس كان من شاومي شبيه جدا لما نشوف الشكل اللي موجود زي كذا. وبإذن الله طلع لكم تفاصيل كاملة في المراجعة الكاملة على شحنة جديدة، وأشوفكم بإذن الله.